السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، تكونوا كلكم بخير وعلى خير، صحة جيدة واحوال طيبة. معكم لطيفة بلال في فيديو جديد، فكرة جديدة. الفكرة ديال هذا النهار ان شاء الله غادي نخدمو هاد خدمة المعلم او لا تعصب هاد التعصب هذا، نخدموه على ورق الجيلاتين. هادي شحال مهم، كان المعلم هو اللي كيخدم هاد الخدمه، وباش نخدموها حتى حنايا راه ماشي صعيبه بزاف الصراحه، خص غير الخطر، ولكن هاد ورق الجيلاتين سهل علينا بزاف بزاف هاد بنات الخدمه. اذا هاد لي موتيف هادو اولا هاد الرشيمه هادي غادي نحاول نخدمها معكم في هاد الفيديو. هي غير تبعوا معايا، طريقه جد جد سهله، وكنتحصلوا على نتيجه. النتيجه ديالنا في الاخر هي هذه البنات. كيف قلت لكم، هذا نموذج مصغر للقفطان. انا بغيت صوبت لي هكا العنق باش يبان كانه قفطان بحال القفيطين، غير باش تبان الخدمه وتشوفوها، تشوفوا كي كتجي في الاخر. انا هاد التعصب هذا خدمته بهذا الخيط هذا، كان شاطلي على واحد الجلابه، قلت علاش ما نجربش فيه، وصدقات لي الخدمه زوينه، ونقدو نخدموه يعني بهذا القطن اللي كيكون فيه السقلي والحرير في هاد الالوان. انا خدمته هنايا في الاحمر، ها هو، ونقدو نخدموه حتى بهذا الخيط ديال السم. يلا البنات، اش غادي نحتاجو؟ طبعا غادي نحتاجو ورق الجيلاتين، ورقة الجيلاتين ها هي، انا وجدتها على حساب الرشمة، ها هي. والرشمة البنات خاص تكون على جوج جهات، علاش؟ لان الرشمة ضروري خاص نخدموها على هاد الجهة، داكشي اللي بغينا اللي خاصنا في القفطان ديالنا او في الجلابة ديالنا، ستة او سبعة او ثمانية ديال لي موتيف بحال هادو، والجنب الاخر خاصنا نقلبوا الرشمه ونديروا عاود الخدمه على هاد الجهه. هاد الجهه نديروها على هاد الوجه هذا، والجنب الاخر خاصنا نقلبوا الرشمه ضروري. علاش البنات؟ لانها حنايا خدمنا هنايا، خدمنا هادي غتجي هكا، ولكن باش نجيو نديروها هنا نقلبوها غادي تبقى الورقه الجيلاتين هي اللي كتبان لينا الفوق. اذا هذا هو طريقة السبعة ولا ثمانية او العدد اللي غادي نخدموه في هاد الجنب، نفس العدد غادي نخدموه في الجنب الاخر. هذه ملاحظة مهمة البنات. نبداو على بركة الله. ها الرشمة ديالنا البنات، الرشمة ديالنا هادي، انا غنبدا معاكم هنايا، يعني غتقطعي جيلاتين على حسب الرشمة هكا، وتحطي نحطو الرشمة تحت من ورق الجيلاتين، ونجيب سكوتش البنات، سكوتش باش نلصق ويعاونني هذا الشيء في الخدمه. سكوتش كيثبت لي هاد ورقه الجيلاتين على الرشمه. كنحيدو الاول اللصقه، هي يعني البلاصه اللي كتكون فيها اللصقه نحطوها مباشره لينا. نجيب هاد الطرنفيس هذا نخدم بها البنات، ونزرب في الخدمه باش اللصقه ما تبردش. راه اللصقه هاد اللصقه اللي كاينه في هاد الورق الجيلاتين ما يبردش، خصني نكون خفيفه شويه. شتو كي كيلصق؟ شتو الحديد طرنوفيس ولصق فيه. غادي نثبتها باش ما تبقاش تزعزع لي ديك الورقه على الرشمه، هي هذيك. ونبدا نخدم البنات، قلت لكم غادي نخدمها. باش غنبداو البنات؟ غادي نبداو بالحجره، هي الاولى اللي نديروها نصاوبوها. ندير هادي هنا، هذا هنايا،
طبعا نتوما كتستعملوا الحجر اللي غادي يناسب التوب ديالكم. انا عندي هذا غادي نستعمله، وهنا ندير وحده صغيره من هذا ها هي. نبداو البنات، مين غادي نبداو؟ خصنا ما نبقاوش نخدموا ونقطعوا في الخيط باش ما يبانناش العيب. شوفوا هذه البنات الا كتبان لكم، هذه قطعت فيها الخيط وبان فيها العيب. انا قلت لكم هذه درتها كتجربه وجربت فيها حتى طحت في الخدمه اللي كتعطي نظره مزيانه، يعني ما كيكونش فيها شي عيب ولا. مين غنبدا؟ تبعوا معايا البنات، غادي نتبع على هذه. غادي نجي هنايا عند هذا القنت، انا درت جوج رشمات باش نبين لكم. غادي نحط هنايا، غادي نحط الخيط هنايا ونجي دايره 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 هذه على هذه كلها، نعمرها ونعمر هذه بخيط واحد، وهذه اللي منا ندير لها خيط بوحدها. نحاول الرشمه ديالي تكون هاد الزواقه ديالي تكون نقيه. اذا غادي نبدا منا. تبعوا معايا بسم الله على بركه الله. طبعا هاد تورنوفيس يعاوني. نحاول كي قلت لكم نزرب البنات ونخدم وما نوضش على الخدمه ديالي باش اللصقه ما تبردش، يعني نلصق فيها الخدمه ديالي، نخدمها باش تلصق هاد الخيط يلصق والحجر يلصقو. لان فاش كتحيدي لها ديك الورقه اللي كتكون الفوق كيكون مازال طري اللصقه كتشد مزيان. انا حيت هذا غادي نشوف هنايا جيت من هنا، غادي نتبع على هذه. تبعوا معايا البنات، حتى لهنايا انا وصلت، حتى لهنا البنات وصلت حتى لهنايا، وغادي نطلع غادي نطلع وندور ونجي هابطه. جيت منا حتى لهنايا وغادي ندور ندير دوره هنايا، يعني غادي نطلع هنا، نحاول ما نكلفش. جاية هنايا غادي نطلع هكا، نمشي حتى لهنايا. دائما البنات قلت لكم نعاونوا بهذا التغنوفيس ولا شي ملقاط اولا شي بانس صغيور اولا ماشي بانس، يعني شي لعيبه بحال هذه اللي غتعاونكم، لان هاد البلايص هادو البنات خاص الصبع راه ما غاديش يدخل تما، ولا حتى المقص استعملوا المقص. انا هذا يعني بالنسبه ليا بخاتيك مزيان عاوني بزاف. كنجي هنايا غلطت، هنايا غلطت البنات، كنخصني نجي هنايا نجي هنا. تبعوا معايا البنات باش ما تغلطوش بحالي، باش ما نعاودوش نقطعوا الخيط ونعاود نبداو خيط اخر ويبان العيب. بغينا الزواقه ديالنا تكون نقيه. نجي هنايا في الدوره، ديما في الدوره كنحتاج قلت لكم هاد التورنوفيس باش كندخلها مزيان هنايا في الدوره هكا. كنتبعو فوق قلم الرصاص بهاد الطريقة هادي، الرشمة راها باينة البنات، غنتبعو معاها ونتبعو المسار ديال الخيط قلت ليكم باش ما نضطروش أننا نقطعوه بالمقص ونعاودو عاودو نلصقو، كيعطيش المنظر زوين البنات. راني جربتها ولقيت هاد الطريقة هي اللي مزيانة، يعني هذا هو المسار
اللي خصنا نتبعوه باش تبقى الخدمه ديالنا نقيه. ودائما هنايا كنثبت مزيان بهاد الطورنوفيس، وغادي نقطع هنا. ها فين غادي نقطع؟ نحاول ندخل مزيان هنايا، غادي نحاول نهز هذا الى قديت باش تدخل لي الخدمه. داك الخيط اللي مقطع ما يبانش العيب ديالو، نحاول ندخلو هكا بهاد الطريقه ونسد. هنا البنات سديت، بقى واحد الشويه منا غادي نعاود نحل باش ندفن داك الخيط اللي مقطع هكا. نجيب هادي هكا، هذا غادي نقطعو في الاخر مع هذا اللي عندي زايد هنايا. كنثبت مزيان، شي لصق مزيان على ورق جيلاتين. ما تخافوش البنات، هذا الورق الجيلاتين من النوع الجيد، دائما خذوا النوع الجيد. واخا تزيدوا 10 دراهم ماشي مشكل، باش تبقى لكم الخدمه يعني تصبر، تاخذ لكم وقت كثير. دابا غادي ندير هادي، مين غنبدا؟ غادي نبدا منا نجي هنايا، ان هادي اللي خدمتها مزيان. بديت منا وجيت دايره وغادي نطلع حداها، ها غادي نطلع حتى لهنايا وندور. دائما تستعملوا هنايا هاد الطورنوفيس هذا، وغادي نجي نطلع هنايا. كنجي هنايا وكندور، كنجي حتى لهنايا، يعني غادي نزيد خط واحد صافي ونقطع باش نعمر داك الفراغ، نعمرو بلي استخا لي زيستخاس او لا بالزمرد او لا بحجيرات او لا داكشي اللي عندي اللي كيتوفر عندي. ها هي البنات الرشيمه ديالنا مباشرة، دغيا ندخل هذا قبل ما يتحل لي. ها الرشمة ديالنا البنات واجدة، شتو؟ دابا اش غادي ندير؟ غادي نحيد هادي، شتو ما خدات ليش وقت كبير البنات. انا هادو ما كاملاش خدمتهم في شي، ما كاملاش نص ساعه خدمت هادو. غادي نقطع دغيا قبل ما يبرد لي هنايا، ما تبرد لي هنايا اللصق البنات. ثم طبعا كتستعملوا الالوان اللي تجي مواتيه مع الخدمه اللي عندكم في الجلابه. نخرج لي شويه الخيط هنايا، شي مشكل تندخلو. نحاول نحيد هذا الزائد هذا ديال ورق الجيلاتين، عاد نسالي الخدمه ديالي. دابا نقول لكم علاش انا كنزرب البنات،
شتو هذا مشى مع عرق الجيلاتين، مبقاش كيبان. بقالي شويه هنايا، شويه هنا، نزيد نقطع هنايا لانه مازال كيبان. نحاول نجيبو نيشان مع القطن. طبعا البنات كتنشفوه شويه، هاد اللعيبات هادو حتى كتديروا عليهم الشيشوار، كتسخنوهم بالشيشوار، عاد كنلصقوهم بالابره والخيط هنايا في هاد البلاصه، شويه هنا شويه هنا، كنجيو دايرين وغريزات هنايا في الوسط، ونحاولوا في الصابون لان بياسه بحال هادي راه ما غاديش نبقاو نصبنوها كل مره، ولا ندير لها نديروا ليها داك الصابون ديال الفريك اولا في لا ماشينا لافي، يا نصبنوها بالناشف في المصبانه، يا نرقدوها ونحيدو حنا نبقاو نفركو هكا، نحيدو دوك الطبايع هكا باش نحاولوا على اللبسه ديالنا مده طويله. راه هادشي راه ما غاديش يتحلى البنات، الا كانت قلت لكم كيف قلت لكم، الا كانت ورق كان ورق جيلاتين من نوع من نوعيه جيده ما تخافوش. غادي نجيب غادي نعمرو هنايا بهذا الزمرد هذا، غنشوف شي لون اخر، ما عنديش اللون الزرق البنات، وكان عندي اللون الزرق ندير هنايا عندي هذا اللون الاحمر والصفر، انا غادي ندير هذا باش يبان لان هذا ديجا عندي صفر. نلصقها ما تنشفش ونعمر في البلايص اللي عندي خاويين، اللي خليتهم خاويين. تقدو ديروا هنايا لي زيستراس اولا الجوهر اولا الزمرد، انا فضلت هذا الهرم، هذا الجوهر ماشي الجوهر، الزمرد اللي على شكل هرم وكيلصق يعني خاص بورق الجيلاتين، يعني ديري ليه اللصقه اولا كيمشي في ورق الجيلاتين. كنبقاو نوطاو هكا مزيان بصبعنا، حيد داك الفائده البنات ديال الجيلاتين غير باش ما يلصقليش فيه هاد الهرم، وخصني نخليه واحد المده حتى ينشف، ماشي واحد المده يعني واحد 5 دقائق ولا، وانا زربانه ما بغيتش الفيديو يجي طويل، يعني الهدف ديالي انكم غتشوفوا الفكره التقنيه الفكره. ودائما البنات كي قلت لكم تبعوا المسار ديال الخيط باش تجي لكم الرشمه ديالكم زوينه مسولة. غادي نخوي هذا هنايا، نحاول نعمر الفراغات اللي بقاو لي خاويين بهذه الطريقه هذه. بغيتو تكبروا الرشمه ديروها اكبر من هذه، كبروها باش تخليو الفراغ يكون شويه كبير، يبان لكم مزيان هاد الزمرد هذا، هاد الهرم هذا الدقيق اللي كيتسمى بالهرم، ولا كيف قلت لكم تقدروا ديروا حتى لي زيستراس. كنعمروا دائما دوك الفراغات اللي عندنا، نحاولوا نعمروا الفراغات كلها. ها حنا سالينا الرشمه ديالنا البنات، ها هما في الاشكال، اشكال ديال القطان، قلت لكم القطان مزوق بالسقلي اولا هذا الخيط ديال هذا القطان ديال الصم ديال السقلي اولا ديال التراس اللي كنخيطوا به جلابيتنا اولا القفطان ديالنا. اذا هذا هو الطرس ديال هذا النهار، الفكره ديال هذا النهار، وهذا الشيء البنات تقدو ديروه كمشروع، تخدموا وحده اولا جوج اولا ثلاثه اولا ديروا لعيبه بحال هذه في الالوان، وتديوها للخياط ديالكم اولا الخياطه اللي كتعاملوا معاها او المحل اللي كيبيع هاد العقيق وهاد هاد الشكي هاد اللوازم ديال التنبات وديال
ديال بارز تقولوا تعطيو ليه هذا الشانتيون هذا، الا كانت شي خدمه مرحبا، علاش لا تبداو كمشروع. والصراحه هذا الشيء اللي مطلوب دابا، هذا الشيء كاين زعما مطلوبه هذه الخدمه، وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم والفكره تكون عجبتكم. والبنات ما تبخلوش عليا حتى نتوما بلايك تابوناو بالنسبه للمتفرجات الجدد الجديدات، وتشاركوا بيناتكم الفيديو باش الفكره تعم الجميع. هذه هي الفكره ديال هذا النهار، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفكره جديده مع لطيفه بلال. مهم ما سخيتش بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.